مشاهدينا الكرام في هذا الشوط الأول أقوى أشواط هذا الصباح، حيث نستمر معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في الغوص في أعماق هذا الميدان لنبحث عن هذه الدانات الأصيلة، عن هذه الآلئ المكنونة التي تشكل لنا هذا العقد الأصيل. أبدأ مباشرة مع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لأجد متعبة، من انطلقت بالرقم واحد مسعود بن سالم بن محمد الفيدة المري يطلق لنا متعبة في المركز الأول. ثاني المراكز أجد جلمودة من تحتل المركز الثاني، ولكن ينخطف من قبل الهائلة من تسللت وانطلقت بدورها إلى المركز الثاني للسيد فرج بن صالح بن سالم المشروم المري. نقلتنا على جلمودة في المركز الثالث محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، وفي المركز الرابع أجد الجزيرة للسيد مبارك بن راشد بن محمد العاوي، وفي المركز الخامس أرى وأتعرف على الغزيل للسيد مبارك بن محمد بن علي السندوانة المري. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. عودة من جديد إلى مقدمة هذا الشوط، ونجد متعبة ما زالت هي المسيطرة وما زالت هي الآمرة والناهية في هذا التحدي. متعبة تدو هذا السرب تل المركز الأول لتمنتها أيضا لهذه المية. متعبة للسيد مسعود بن سالم بن محمد الفيدة المري. الله يا متعبة، شوفوا هذا الأداء وهذا الرقص الأصيل من متعبة على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني هنا الهائلة تبحث عن تقديم العروض الهائلة وتراقب متعبة من خلال احتلالها وتقدمها إلى مركز الوصافة. الهائلة أيضا في المركز الثاني فرج بن صالح بن سالم المشروم المري، ونقلتنا على الجزيرة من تحتل المركز الثالث لمبارك بن راشد بن محمد العاوي. يا سلام يا سلام يا سلام. أما المركز الرابع هنا جلمودة محمد بن سالم بن محمد البخيت المري، وفي المركز الخامس أجد الدخول والتسلل من شعار بن حباب الظبي. الظبي وصلت الآن مبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري يقدم لنا الظبي، ونقترب وندخل في الأمتار الحاسمة. إذن هو الإعلان للنداء الكيلو الأخير، ومتعبة ما شاء الله انفردت انفراد تام انفراد كلي تستعرض هذه المهارات. متعبة متعبة بالفعل، أتعبت الجميع وراحت مسعود. الله يسعدك يا مسعود يا من تمتلك مثل هذه النوعيات الممتازة. إذن متعبة على المركز الأول، ولكن الخطورة مع خطر، خطر الآن ترفع راية التهديد قادمة. صاحبة نقطة وصاحبة هذا الشوط، بل هي حاملة لقب هذا الشوط في السباق المحلي السادس لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران. خطر يا خطر، هنا الدينجرس، هنا الخطر، قرعت اذا اجراس الخطر يا متعبة. ولكن متعبة انفردت وامنت الموقف، امن الموقف لها مسعود بن سالم بن محمد الف هيده المري، ليكون مسعود هو السعيد في هذا الصباح، هو المتحكم بالمسيرة والمسار. اذا تهانينا على هذا الانتصار. نزف وايلة مالك متعبة، من أتعبت الجميع وراحت مسعود بن سالم بن محمد الفيدة المري. سلام متعبة سلام. المركز الثاني جاءت في خطر للسيد عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران. المركز الثالث جاءت في سرابة للسلطان بن سيب بن معبد المشغوني. المركز الرابع كان مع الظبي المبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. والمركز الخامس جاءت فيه جبارة للسيد محمد بن ناصر بن سعيد بمشيط المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا إذن تابعتم معنا هذه اللحظات المميزة، لحظات انتصار متعبة وتفوقها من بداية الانطلاق
حيث نصبت نفسها سيدة للموقف من خلال لبسها لتاج الصدارة من بداية الانطلاق. توجت بهذا التاج بعد أن قدمت المستوى الممتاز وهذا الأداء الراقي الذي أهلها إلى اعتلاء المرتبة الأولى في هذا التحدي. التوقيت الزمني لمسافة 3 كيلومترات بالنسبة لمتعبة 4 دقائق 34 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسعود بن سالم بن محمد آل فهيدة المري على فوز متعبة بالمركز الأول، بينما المركز الثاني كان من نصيب خطر التي قطعت المسافة بدورها في 4 دقائق 39 ثانية، 91 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خطر عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. أما المركز الثالث فجاء فيه شعار المشغوني مقدما سرابة التي قطعت المسافة في 4 دقائق 42 ثانية و13 جزءا من الثانية. تهانينا إذا لمالك سرابة من جاءت في المركز الثالث، سلطان بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء والحفل الكريم، سلام من الله عليكم.